الجزء الآخر من محاضرتنا، طبعا هذا من أهم الأجزاء، مو بس بالمحاضرة مالتنا ولا بكل التشابتر، وإنما بكل المفاعل. ليش؟ لأنه هذا الجزء هو الجزء اللي حاكي الصناعة بصورة عامة. ليش؟ لأنه السنجل مثل ما أخذنا مثلا الباجر أكتر اندفجولي أو البي أف آر أو السي أس تي آر، هذول خلينا نقول فكرة مختبرية ممكن تطبيقها بالمختبر او معمل او ورشه صغيره. هذا الكلام من نريد ننقله للصناعه مثل ما تشوفون مثلا بالمصافي، بالمعامل الكبيره مال البتروكيماويات، بالمعامل الكيماويه، راح تشوفون انه اكو عده مفاعلات يربطون واحد ورا الاخر، يعني كونكتد توجذر. هذا الكلام ليش؟ لانه احنا ممكن المفاعل الواحد يعطيني كفاءه بس ما يقدر يوصل الى الماكسيمم، شو يسوون؟ يدخلوه الى مفاعل ثاني راح يرفع النسبه، والمفاعل الثالث يرفع النسبة. زين، هو المعمل هل هو عبارة عن ثلاث مفاعلات فقط؟ لا، اكو عدة لاينات للمعمل، يعني نفس هذا المعمل مكرر عدة مرات. فالربط مال خلينا نقول المفاعلات على التوالي او سيريز، احنا ايش راح يصير عندنا؟ عندنا انه شلون نختار وعلى اي اساس نختار، انه ليش بالبدايه مثلا بي اف ار، ليش بالبدايه سي اس ار. طبعا كلها معطيات وكلها متغيرات معتمده، مثل ما وضحت لكم بالمحاضره الاونلاين انه هو احتماليه ان يجيني بي اف ار او سي اس ار واحده ضعيفه، ليش؟ لانه لازم يربطهم واحد ويا الاخر حتى يصعد الكونفرجن او السلكتيفيتي حسب اللي هو طالبه. طبعا هاي اسئله تعليميه مو بس صناعيه فقط، يعني مو بس احنا لازم عندنا سلكتيفيتي نشوفها، لا، مثلا هو قال لي اريد هذا الكونفرجن، شلون اوصل لهذا الكونفرجن؟ ايش قد اخلي رياكترات يلا اقدر اوصل لهذا الكونفرجن؟ ابدي اشوف اني مثلا عندي هل قد كونفرجن، كم رياكتر راح اربط يلا اوصل لهنا. كذلك هي هاي اللعبه انه شلون نربط وشلون، هاي هي الفكره الاساسيه هم الرياكترات اندفجوالي، بس بقى شلون نربطهم. هنا يقول many times reactors are connected in series so that the exit stream of one reactor is the feed stream for another reactor. يعني الفيد الرياكتر الثاني المربوط هو شنو؟ هو الناتج مال الرياكتر الاول. When the arrangement is used it is often possible to speed calculation by defining conversion in terms of a location at a point downstream rather than with the respect to any single reactor. هذه شنو؟ هذه دا يرمز انه احنا شو راح نعرف؟ انه احنا كل ستريم اللي دا يطلع لنا نخلي له كونفرجن، نرمز له هذا الستريم. يعني مثلا الرياكتر الاول انطاني كونفرجن، هذا نسميه كونفرجن 1 اللي هو راح يدخل للستريم الثاني وراح يطلع من عنده. ف that is the conversion x is the total number of moles of A that have reacted up to the point per mole of the A feed to the first reactor. يعني كل شيء هو نسبة إلى المادة الداخلة، طبعا كل شيء بالنسبة للإلت، الإلت هو مو للمفاعل الثاني. يعني مثلا احنا طلعنا الكونفرجن الأول منه أنا تحولت المادة من يعني من التركيز الأول إلى التركيز الثاني، أو من الفلورات الأول للفلورات الثاني، يعني الرياكتد شقد على الإلت. الثاني بالنسبة للكونفرجن الثاني هو نسبة همين للمادة شقد دخلت بالبداية. زين، وين دخلت بالبداية؟ دخلت للمفاعل الأول. هاي شوية رح طبعا راح نشوفها طبعا بالأمثلة بصورة مستمرة، وراح ناخذها بأكثر من مثال. القانون مال الكونفرجن اللي هو total moles of A reacted up to point I. هاي point I والإكس I هو يرمز أنه شقد رقم المفاعل، عن طريق الستريم مالته راح نعرف احنا بيا رقم 1 2 3 حسب. المولز اوف اي الفيد تو ذا فيرست ريكتر، يعني ارجع الى المولات مالته بالفيرست ريكتر. However this definition can only be used when the feed stream only enter the first ريكتر in the series and there are no side stream either feed or withdrawn. يعني هذا الكلام انه من عندي للعمليه فيد واحد، يعني مثلا الماده اي تتفاعل تدخل من الاي يطلع لي نواتج، يدخل للمفاعل الثاني ويطلع لي نواتج. زين، اكو بعض المفاعلات شو يسوي؟ يدخل الماده اي من هنا ويطلع من عندها الاوت من المفاعل الاول خلينا نقول، وبالتالي شنو يصير؟ عندي اوت، هذا الاوت راح يدخل للمفاعل الثاني. فجاه انه نشوف مثلا السي اس تي ار الثاني اللي هو المفاعل الثاني يدخل به
إلا الجديد اللي هو البي. هذه العملية هم مو أخذها بنظر الاعتبار بالنسبة لهذا الكونفرجن اللي حصلنا. يقول فقط إذا عندي بالنسبة لي إذا عندي يعني متغير ثابت خلينا نقول يعني شيء واحد اللي دخلناه يعني من عندنا مادة واحدة داخلة فقط احنا راح نعتمد انه بس يعني قصدي الدخول من مكان واحد فقط مع عندنا سايز ستريم اللي داخل او مسحوب من المادة راح نعتمد فقط على هذه المعادلة. The molar flow rate of A at point I is equal to the moles of A feed to the first reactor minus all moles of A reacted up to the point I. يعني هذه اثنان راح يصير الفرق بين المادة الداخلة ناقصا الخارجة من التفاعل حسب المفاعل اللي دا نستخدمه. يعني اذا بالمفاعل الاول فهو الان ماينس الاوت بالمفاعل الاول، بالثاني الان للاول للداخل بالمفاعل الاول ناقصا الاوت مع المفاعل الثاني حتى يطلع لي ايش قدر اكتد صار عندي. فالاف اي اف اي اي هي الاف اي نوت ماينس الاف اي نوت في الاكس اي حسب مكان وين يا كونفرجن احنا. هذه المعادلة ثابتة طبعا كانت بالمالتي رياكشنز هناك كانت بس مباشرة او بالشابتر الثاني اخذناها، هناك كانت ثابتة لانه الاكس رأسا مباشرة كونفرجن، هنا لا متغيرة حسب السلسلة احنا وين واصلين بها مفاعل واقفين. For the reactors chosen figure 4 x1 at point i equal 1 is the conversion achieved in the PFR x2. خلينا نشوف الـ X1 بالـ Figure 4. هذا الـ X1 يمثل لي الـ Out من الـ PFR الأول، فالـ I يساوي لنا 1 هنا، فالـ X يساوي لنا X1. بينما الـ X2 at the point I equal 2 is the total conversion achieved at the point in the PFR and the CSTR. يعني هنا الـ I2 هي ناتجة من الـ conversion مال هذا ومال هذا، اثنين اتم together. يعني هو التحول اللي صار منا، يعني مثلا اذا هذا 40% مستحيل هذا يكون 30%، مستحيل. ليش؟ لان هو 40% زائد ايش قد تحول بهذا، يعني هو راح ينطيني التوتال هنا أنا، بس هو نسبه الى من هو التحول الاول زائد التحول الثاني. ليش؟ لان هو ال 40% راح يدخل هنا راح يطلع كونفرجن اعلى، يعني فالشيء راح يتحول بعد اكثر. فهذا الثاني نرجع على X3 is the total conversion achieved by the all three reactors اللي هو الconversion الأول والconversion الثاني والconversion الثالث. اللي افتهم لحد الآن أعتقد هو شيء بسيط مو صعب، بس اللي ما افتهم راح يجينا ال CSTR. طبعا همينة هنا ال PFR هو طبعا خلى CSTR بنصه بس مجرد للتوضيح، وهسه راح يجينا CSTR إذا أكو N series، يعني أكو أكثر من CSTR هم أنا ماكو مشكلة، وراح نشوف الأمثلة راح تتوضح مع الأكثر وأكثر. فCSTR in series the first scheme of the considered in the two CSTRs in series shown in figure 5. فهذه FA نوت منها دخل لي طلع لي ال X1 وال FA1. أوكي هذا طبعا هو مثال منطيني أرقام بي ما لكم علاقته، بس الشكل هسا عندكم ال F2 ال FA2 هو X2 هنا عندنا، وعندنا هذا ال conversion مالته. عندنا الريت الاول والريت الثاني ماكو مشكله. فش نسوي؟ نقول بما انه الاف اي هي اف اي نوت 1 ماينس اكس، فللسي اس تي ار الاول نقول اف اي نوت ماينس اف اي 1 ايكوال ماينس الريت في الفي 1، راح يشتق لكل واحد من اتهم. طبعا هو نفس الاشتقاق مالتنا مال شو اسمه مال السي اس تي ار، بس هنا راح يرقم الفي راح يسميه في 1 نسبه الى المفاعل الاول. FA not FA not 1 minus X1 equal minus the rate for V1 FA not minus FA not minus FA not X1 equal minus RA في V1. احنا نريد ال V فهو ال FA not في ال X على minus rate، يعني هذا ال FA not ويا ال minus مالته يروحون، يبقى هذا اشارته بالماينس. هنا انا راح نغير المكان مالتهم. طبعا هذه الريت الإشارة مالته بالماينس نسبة إلى أنه هو مادة متفاعلة الأي، فصارت الإشارة ماينس، ولا هو هذا ترى تشوفون هذا الماينس راح يروح على أساس ويا هذا الماينس، ما بي مشكلة. هذا الريت معادلة الريت يعني كماينس لأنه هنا أوكي، ف
فمن راح نسوي ال X1 أو ال V1 شو يساوي لنا؟ يساوي لنا ماينس ال FA نوت في ال X1 على ماينس الريد. طبعا هو هذا الماينس والماينس بس هذه الإشارة هذه ما للريد أنه ما لكم علاقة أنه بها أنه إذا حتى لو اختصرتوها بالديتا مالتها راح تكون هي سالبة، فبس دي رمزلها لأن هي مادة متفاعلة هنا. طبعا ال FA1 ماينس FA2 ماينس الريد ال2 في ال V2 FA not 1 minus X1 equal minus FA1 FA not sorry 1 minus X2 equal minus rate 2 في ال V2 هم يعني يفتحهم المعادلتين يدخل عليهم ال FA not. هذا طبعا راح يروحوا ال FA not تسحب ال FA not عامل مشترك من الاكسات يصير X2 minus X1 اوكي هذا بالموجب هذا بالسالب يساوي لنا minus rate. هنا الاشارة بقت سالبة ليش؟ لانه هو اصلا طالع لي سالب ما له علاقة، بس هناك لا إشارة يرمز لها حتى لو شيلوها الديتا الأولى أنه تسووها موجبة وبعدين تأخذوها أنه هي باتجاه أنه هي مادة متفاعلة في الريت مالتها سالب ما بيها مشكلة. لهنا أنا راح أتوقف بهذا الجزء من المحاضرة.